العمل الخيري صراحة والتطوع يعني الإنسان يعني يفرح كثيرا لما يكون له مساهمة بسيطة. صحيح. طبعا ما أدري كأنه أخوي أبو دان الله يعطيه العافية وأنت أبو حسان أعطيتهم أكبر مقدرنا. بالعكس والله ما في إلا شيء بسيط جدا، ولكن فضل الله عز وجل وتوفيقه سبحانه أولا وأخيرا، يعني الإنسان لما ربي يعني يوفقه أنه يشارك في أحد الأعمال الخيرية وفي الجمعيات الخيرية فهذا شرف عظيم، وهو ناله لا بد أن يحافظ عليه بل يستمر ويطور نفسه في هذا المجال. الأمانة إحنا اليوم في وطن عظيم جدا، وطن يؤمن بأهمية العمل الخيري والعمل الإنساني والعمل الاجتماعي، بل أنه وضع من أكبر إسهامات رؤية 2030 الاهتمام بالقطاع الخيري وتمكين هذا القطاع الخيري ودعمه بكل الوسائل. لذلك اليوم نرى تنوع كبير جدا، وما شاء الله تبارك الله في لقاء وزير التنمية الاجتماعية قبل شهرين تقريبا بشرنا بأن الجمعيات في المملكة العربية السعودية تجاوز عددها الآن 2600 جمعية، وبإذن الله 2030 سيتم الوصول إلى أكثر من 5000 جمعية، وهذا شيء عظيم جدا صراحة. أيضا فضل الله عز وجل ثم لأدوات التمكين في هذا الوطن بأنه أصبح لدينا جمعيات متخصصة في مشاريع كثيرة، وهذا يبني صراحة للمستقبل شراكات واسعة بين القطاع الخيري وبين القطاع الخاص بإذن الله، مما يخفف العبء على الحكومات وأيضا يمكن بإذن الله أبناء هذا الوطن وهذا المجتمع. الحقيقة يعني سبحان الله الواحد يعني لما يتكلم عن العمل الخيري يعود فضل الله عز وجل أولا وأخيرا، ثم أنا أشوف أنه بداية التطوع والإسهامات في الأعمال الخيرية هي المدرسة. المدرسة صراحة هي نواة كل شيء تربي، وإذا ربي يوفق، وأتوقع أنه جميعا من أخوي أبو حسان إلى الشيخ أبو وليد وأخوي أبو دانة، يعني كلنا لاحظنا من أيام الابتدائي أو المتوسط أو الثانوي، حتى لما تلاحظ في المجتمعات سواء في أي مجال تجد أنه بدايته غالبا كانت عن طريق المدرسة، عن طريق معلم ما شاء الله. هذا فاصل يا ابو علي العود. خذ راحتك حبيبي. بس ما في ما بعد العود قعد ما هي موجوده. لا ابشر كفونا على الهواء والله تخربون الكادر الطبي الكادر الفني. لا لا ابشر بكل خير الله يحييكم. تسلم الله يسعدك. هذا اخونا نواف رجل بألف رجل. نعم واكرم نعم واكرم مالك. هذا العود هو رمز العطاء والكرم والبهاء والصفاء. راعي الطيب يحمل الطيب. الله يجملك في افراحك. زوجته ولا باقي؟ لا ما شاء الله. لا تفضحني خلاص. الله يحفظها لك يا حبيبي ابو حسان. الحين بتجيك دعوه على الهواء. لا لا الله يحفظها لك يا حبيبي بلغك يحفظك لها. شكرا لك الهواء. اسلم. الله يسعدك يا حبيبي. وين قال فسبحان الله، يعني احنا اتوقع الجميع وكل من يشاهدنا الان يتذكر ان في مدرس او الاخوات في معلمه او مربيه لها كانت هي من كانت هي الشراره الاولى. يا سلام عليك. وهذه رساله لمين؟ والله لكل معلم ومربي ان يبذل ويجتهد و يعني يكون بإذن الله نواة خير لأجيال كبيرة جدا. الله يعني طبعا بمناسبة المودي أقول لك أنا معلم ولي الشرف صراحة أن أكون معلم، وأيضا أعمل مع القطاع الخيري ومتعاون مع مجموعة كبيرة من الجهات الخيرية. أنت الحين رفيق لأبو دانة. أنت في نفس المجلس. كلنا في التعليم. أجل وصلت الإنسان. فضل جالس جنبك أسلم. الله يسعدك يا حبيبي. ومن قال فأقول سبحان الله، يعني التعليم غالبا والمدارس هي النواة والبداية لكل مشروع أشوفه إيجابي في الحياة وفي يعني مجتمعاتنا. فالحمد لله يعني كان ذاك الوقت بنوا فينا مدرسينا من أيام الابتدائية، يعني أمس عليهم بالخير الأستاذ صالح النصار والأستاذ أحمد الغامدي، مجموعة معلمين فضلاء. يعني صراحة يضيق الوقت اللي ودي أتكلم وأذكر أسماهم كلهم واحدا واحدا. والله يا شباب كانوا يبذلون ويجتهدون ويعطون، يعني حتى أن أحد المدرسين الله يعطيه العافية كان في كل يوم يأخذني أنا. طبعا أنا عندي أخي حسن توأمي وسبقا طلع في قناة البث ما شاء الله. جاء معنا بعد بيت الوداد. شبيه نعم. شبيه ولا غير؟ ما هو شبيه، لو أطلع الآن ويجي حسن أخوي لظننت أنه أنا. صحيح. طبق الأصل. ترى أنا أول ما شفته قلت يا أخي حسن أنت ولا؟ سبحان الله. لا أقول شيء بمشيها على أبو دار بس الله يحفظها ذهين شوية. عرفني عطول. فسبحان الله كنت أتأمل واستغرب يا أخي، أقول كيف هذا المعلم أيام الإجازة الصيفية حريص علي أنا وحسن الله يعطيه العافية، يمرنا الظهر يودينا النادي الصيفي، ثم عفوا أول شيء يودينا النادي الصيفي ثم بعدين يودينا حلقات القرآن، وكان مهتم فينا وكل يوم مع الوالد وحريص أنه ها الشباب حفظوا اليوم القرآن حفظوا الأذكار. وبعدها ما شاء الله ارتقينا حتى وصلنا إلى العمل الخيري.
فكانت تقام في في ذاك الوقت الأندية الصيفية برامج تطوعية جميلة جدا، ثم في المدارس كسوة الشتاء نقوم بتنظيف مثلا المدرسة، كان في برامج جميلة جدا، جولات في الأحياء، تنظيف المساجد ومتنزهات. نعم، وبالمناسبة غرس الأشجار بعد ضمن المقررات الموجودة الآن في التعليم طلاب المرحلة الثانوية الجانب التطوع، وهذا الآن الآن في الشراكات مع المدارس هنا عندكم. عندنا البنزين بشراكة مع المدارس انه والله نستقدم الطلاب، عفوا نستقطب الطلاب، يعني تفعيل هذا الجانب، تفعيل هذا الجانب من خلال عن طريق الجمعية، عن طريق الجمعية ايضا متطلبات مثلا في الجهات الحكومية، في غيرها بعض الموظفين مطالبين بساعات تطوع، وهذا بالتشارك والاعمال مع الجمعية. جميل. في توظيف الجانب التطوعي.